انت بنت من؟ من القبائل في عمان؟ خير تاجر عابد؟ عن ايش كان جالس يسألك؟ كان يسألني عن اسم ابوي. بس؟ يسألك عن اسم والدك؟ خبريه، خبريه من والدك وبنت من انتي؟ انا بنته. اسمع يا تاجر عابد، انا وعدت ابوها ارعاها واحافظ عليها وبتزوجها، لكن بعد ما اخذ ثمن القرنفل منك. انت ما بتتزوجها. اذا تزوجتها انا ما برحمها. أقولكم خلوني يا قتلة، خلوني أقولكم، خلوني أروح قتلة، خلوني أروح قتلة، أريد قتلة قتلة، خلوني. تفضل استريح، استريح يا صابر، استريح. اشكر لي ضميرك وسلم لي عليه. الضمير يقول لك دبر له شغل، بس يا ريت يكون بعيد عن هذا الحار. ليش عاد خايف؟ ايه من دعوة ام عابد. دعوة ام عابد؟ اذا انت صار لك كذي عايلنا مال لا من البارحة تنافض. لا تخاف أم عابد، ما تقول على حد. ضاوي يقول كذي؟ كل الناس تعرف إن أم عابد ما ظلمت حد بدعوتها، هي تدعي على اللي يستاهل بس. واختك جميلة. خلك من جميلة. زين احنا واللي سويناه؟ احنا معانا الصك، يعني معانا حق. تطمن، انا اليوم مسوي لك فواله عامره ما يحتاج. يا رحيمه، انت هينك يا رحيمه؟ هاتي فواله. حال من الفواله؟ يلا بالعافيه. حال هالريال الطيب شهم. شوف لكم بشكارة. ما عليك منها، بتجيب لك فوالة. انت ما تلقاني يوم عصب. ايه فاضل، خير يا ولدي؟ ليش تبكي؟ على شقاك؟ من قلبك؟ اسماعيل، انت ليش تكلمني كذي؟ وبعدين انا اخوك العود، والمزرعة لي مثل ما هي لكم. رحيمة، يا رحيمة، هين رحتي يا رحيمة؟ كل هالنزاعة عشان فوالة؟ لو طالب عاش كان استوت ضرابة. أحسن أروح لا يقلبوها مجزرة. كتلة بتغني هالخيزران على ظهرك ليل يدان إلين تشبع. ما تسمعين كلامي؟ ها رحيمة، يا رحيمة، خير؟ ايش تبغى؟ لا لا، بس حبيت اتطمن عليك. وين هالشهم اللي تبى له الفواله؟ يلا بالعافيه.
روح، حلف ما يبى شيء. قابض خيزران ها؟ قابض خيزران. أنا كش الذبان. لعنة الله عليه. سمعت إنك حلفت على مال أيتام. حش. وحق عيالي الجايين إن شاء الله. ضاوي، مال الأيتام حرام. عارف هالشي، طيب على قول. بس حريم الحارة يقولون غير عن اللي أنت تقوله. الحريم يدخلون في كل شيء. لا تسمعين كلام الحريم، سمعي كلامي أنا زوجك. يا الله بالعافية. فيه المزرعة ما عندل من هين، وجاني دوا جديد من عند المعلم ربيع. يا رب يا رب أصبح من باكر حاضر. يا رب خذ اشرب من هالدوا، المعلم ربيع وصاني اني ما أفوت منه ولا قطرة. ما هذا؟ ما تبي تشرب لدوة؟ أنا أشربه وإن شاء الله يجيني تو إن شاء الله. عابد يوم في قلبي مقاور، عابد يوم طرش سلام، عابد يوم جيتني في المنام، عابد يا الله يا عابد. عسى الله يديم علينا هالضحكة. اللي تشوفك الحين ما يقول انك ما قادرة ترقدين البارحة. انت الحلال لا تلوميني، من الغصة اللي في قلبي استوت على ام فاضل حليلها مساكينة. شوفي اذا حلمتي حلم حلو انا افسر لك. صدق؟ عيب انا حلمت. طمنتيني، عيل حلمك حلو. يا الله يا الله يا زمزم، ايش اقول لك عن ذاك الحلم؟ ينعاني ولدي البارحه ما طاع يخوز عن راسي. نعم شفته ضايع في غبه مساكين لين تعثر لك بمحاره، محاره عوده. قرب منها وفتحها ولا يطلع منها ذاك النور اللي شع. قرب اكثر زين ولا تطلع لذيك اللولو اللي تلق. يا الله محلا، ايش اوصفتك؟ لولو ثمينة. نعم مد يدينا ونتاول اللولو. قال لي ما دوك هذه اللولو. تاولتها انا وشفتها ثمينة درة. نعم درة كما ويها. يا الله يا الله يا هديتك يا عابد. يا عمو انا زوجته واللولوة حالي انا. علامك تبي تمطيها مني؟ انا حالي متنهي مالي خص. وابوي حلمي ولولوة
علي اظن انتي طماعة. ما حد قال لك حلمي هالحلم. لا وتبيني اسكت بعد. انزل صبري صبري شويه بنت فاهم. هاتي هاتي لولوتي طشها. شوفي كل واحد ياخذ اللي شافه بحلمه. وانا هاي الدانه خشيتها لولوتي. انت ما عندك خبر؟ يقولون ان باوي يالس يشتري ويشتري في الاراضي والمزارع. ها من وين ياب هالغوازي كلهن؟ من وين ياب هالغوازي كلهن؟ انت تعرفين من وين؟ يلا يلا مبون كنتن مسويات رخكن ما تعرفن شيء. ماكلات اني انا بس اكل. لكن ايش هسوي؟ اي برشد رحيم ما بتقصر. بتكسر الباب بتكسره. كيف مسيت يا رحيمة؟ مو كيف مسيت أبوي، تو هالشمس طالعة وانتي مغبشت اللي من غبشة. أبوي أبوي عذريني راسي داير لا عارفة الصبح من بسي. ومن مكلف عليك؟ نابة باغتيني بيكون أربط عمري كما الصخلة في البيت. لا دوري من بيت لين بيت، من بيت الشارع من بيت القاعدة. أقول رحيمة هي. سمعت كلام وسوالف في الحارة تنقال. ايه يقولوا ايه ان زوج شضاوي طلع حرامي وياكل مال لوادم شمسع. بوي ما انا اللي قلت قيلات الحريم. وبعدين تعالي خبريني وتكلمي وتشوفي اذا ما سكتهن قولي العيب. تاجر زاهد شيمة، تاجر زاهد شغل لي بيدار في مزرعتكم الشيمة. مزرعتنا فيها بيدار؟ كان فيها والحين خالية ما حد فيها. الشيمة شغلني، عندي أربعة أولاد وأريد أصرف عليهم الشيمة. لا حول ولا قوة، قلت لك المزرعة فيها بيدار. وأنا قلت لك ما حد فيها. ومعابد طردت صابر بعد ما شاهد مع ضاوي. بإيش شاهد مع ضاوي؟ بسالفة مزرعة مفاضل. وإيش سالفة مزرعة مفاضل؟ انت العود. يرسي يا اختي يا محابد حدش واقفه. حسنت يا اختي. يلا ما جيتكم من زمان، من يوم ما ذيك المصيبه استوت ما شفتكم. هي مصيبه وبس، انا لله وانا اليه راجعون. يا حوال الدنيا بدي حلال. خالتي بتخليني أشتغل في مزرعتكم؟ لا بس أنا ما صغير أعرف أشتغل وسالي أمي. حتى ولو عطي الفرصة لغيرك. أنا بشتغل، بعد يومين ما بنلقى لقمة عيش ناكل. تحب مزرعة إلين بيادير؟ البيدار صاحب مزرعة قابل تعبه. ابوي زين ابوي ما تعصبي علي كذا، لا تقومي تنازعيني بعد. ترى انا قلت لهن لكنهن ما صدقني ان ضاوي بري قرعت صخلتنا من دم صخله جيراننا. ان خلت جيران وصخلتنا مسكينه. ابوي قاست في البيت تاكل القط، لا عندها خبر ولا شيء. شمس وانتي بتسكتي ولا تراني؟ ابوي انزل بس انا ماشي ماشي. والله يوم ذي تقنقيمك اليوم تقنقيم. اقول رحيمه ما حصل عندش حبتين عيش على تشت بزار وشوي من انا عطنش. انزين ترى خلط ده ما يجلس. الله ده سريب لتش. أقول رحيمة كانت سمحي بغيت بعد حبتين طماط وراسين ثوم وراسين بصل ولا أقول ليش بس كانت عاد ما حلوة مثقلة عليش. والله مستحية من اللي شد. يلا مخلي عمرها أنها ما متضايقة علشان يقولون عنها أنها طيبة. والله هاي كلها ما من كيسكم، من كيس الفقارة اللي ياسين. الله أكبر. والله الحمد لله لقينا النراش المال شهر.
أخ عليك أخ، كل هالوقت وما تقول لي إن فاضل ربيعنا في محنة؟ وأنا مش دراني، كل وقتي معك. إيش قلت؟ بتشغل لي ولا؟ ذاك لوعتني. عموما أنت من الصباح في المزرعة. الله يخليك، ذخر للجياع. إيش قالوا؟ يا رويك سيدي على المزرعة. هاش فاضل يلا. ما خدعني قلبك يوم، ما خدعني. يعني هو اللي تدور عليه؟ هو يعني البنية. تعال معي. هي. انت تعرف. إننا نحن السبب. عليكم. السلام. إيش هالحالة؟ أشتغل مسكين. تشتغل؟ إيش حايقنك على الشغل؟ الشغل في عز وأكل وقيمة يا زاهد. بهالريحة اللي تبطل الراس تحس نفسك قيمة؟ القيمة ما لها وجه، لكن لها إحساس تقدر تعرف به الناس والدنيا. لا يكون تشتغل بس داية ونحن ما عندنا خبر. أنا أشتغل داية يا زاهد؟ هذا رأيك في الشغل؟ هذا كان رأينا كلنا. رأي ما وصلنا لشيء. توصل لشيء بهالطفاسة اللي عليك؟ قولوا يا رب. يا رب. أقول لك خليك عن ذي لا تصدقه. إيش رأيك نروح نسحب لنا صخلة ونذبحها وندكها سهرة؟ إيش رأيك؟ قم خلا قم. انت كذاب، انت تخدعني. صديقي لما جه عندي كان هالك ما عنده اهل وطول حياتي ما خبرنا انكم ابدا. الحين انت جاي وعجبت بالبنية وتبغى تاخذها مني؟ مستحيل، هذا ما راح تاخذها مني ابدا. البنية حالي انا وبس. يلا اطلع من مزرعتي وما اريد اشوف وجهك مرة ثانية، فهمت؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لازم تأخذها قبل ما أقتلها. أنت أمرها يهمك؟ Thank you.
عبد سالفة اللولوة هذه اللولوة حال أمي وأنا عبد عبد أبوي وين أبوي أبوك ما حد تو تقولين أبوي يا نيت أنت خرفت خلاص ارقد ايش؟ طاحت كلمتك وليد ليش اهلك ما قالوا لك قبل ما يطردون ويشغلون الناس عكيفهم؟ انا لو ماشي عندهم عابد كان مشتغل من زمان لا تشعلها يلا امشي يلا ماشي شفت؟ لازم تفشلني قدام الناس لازم تكون لك كلمتك في بيتكم مثل ما انت لك كلمة في بيتكم؟ اي أيوة والله صدقك حتى ما قادر ادخل بيتنا بسبب اوامر حرمة ابوي حرمة الأبو سبب كل المشاكل يلا أبو يلسو يلسو كلكم حاضرين؟ أيوة باقي يوسف وين يوسف؟ حرمة أبو ما خلت يجي يا ربي يا جميل لمتى بتتمي على ذي الحال؟ أخبركم بمشي أشوفه يلسو أنتم مكانكم اقرا انت اقرب ياهو تسوي الغداء؟ لا تعال بعلمك ما أعرف تعال بعلمك ما أعرف تعال تعال أجلس 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 ما يبي الأشياء فوح المار وعقف العيش وروحه يذهب أما المرق قطع السمك يا تشويه يا تقلي عرفت؟ بصير أتعلم تعال يا ولاد الله يهداك أنا ثقيلة ما أقدر أتحرك إذا ما سويت الغداء برفسك ترفسيني؟ خلي ولدك يطيح أنت اللي تطيح ولدي محروز أنا افتح الباب تطيح الأرض خبت تشوفيني يوم واحد فرحانة وما تلاقي انت ما يا ناس ايش اللي قاعدين نسمعه يقولوا ضاوي لا بقى أرض ولا نخيل وما بقى مكان ما ادعى ان مكانه لا هو سكوك ايه سالفة هذا السكوك ومن كتبها يا الله يا الله يا الله يا زمزم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي كان كل هذه الاتهامات على رجلكم الله عمتي
الناس. الناس يا بنتي، الناس يا تتعذب بسبب ما انا ما ادري. من هما؟ الكل 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 يحبك. الكل الكل يخاف مني ومن دعوتي يا سامسة. ليش ايش صاير؟ اليوم اليوم قاعد عيني في عينها. عين منو؟ جميلة جميلة يا زمزم، جميلة تتعذب علشاني يا بنتي. يا ناس الله، ما في ديني، ما في ديني يسوي لها شيء، والرازق هو الله سبحانه وتعالى، هو النافع هو الضار. ليش ليش يحملوني وزر كذبة غيري؟ ليش ليش؟ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عليك شر، ما عليك شر يا معابد. ريا يبي شي حق خالتك تاكله. أنا بروح شط واحد حق مفاضل، وإذا بغت شيء نهموني. يا الله برحمتك يا رب العالمين. عليكم. وعليكم السلام. هذا دربي جاي عندك. سبحان الله، ترى القلوب عند بعضها. خالتي أم فاضل كيف حالك؟ مرحبا بنتي بخير وعافية. هين معابد؟ هني أبا سير أقول لها. أم فاضل خلنا نسرب تقهوة. ومعابد قلبها كبير وزعلها ما يدوم. تعالي عندي تعالي. ليش تعلانة؟ ما أدري إيش فيها، تبكي وحالتها حالة، بغيت أعرف السبب. عيست. زين سويتي، المهم تو حزت يا تولدي من المزرعة، بصير أسوي له شيء ياكله. ينعاني ما ماكل شيء من يوم الصبح. يلا بصير عنكم. أنا وريا بنساعدك. لا تقولين شيء، بيتنا وبيتكم واحد، وفرصة أطمن على المزرعة من فاضل. يلا خلنا نروح. Thank you.
قلبي استذق الستر وما فيني شدة، ما فيني شدة اكتم الكذب اكثر من كذي، ما اقدر على الظلم، ما اقدر. انا اقدر اعاونك، خف ظلي ولا ما تقدري. ارجوكي كفاية، هدي نفسك. معقولة؟ ما قادرة أصدق اللي أسمع. أول ما شفتك حاولت أني ما أعطي اهتمام لإحساسي، بس ما قدرت. اللي بداخلي كان أقوى، أقوى من أي شيء، حتى صورتك دي كانت في بالي حتى نايم. كل شيء كان يشير لك، كل شيء كان يقول إنك أنتي. وش بسوي الحين؟ ما يبغى لها كلام، أكيد بأخذك لعمان. عمان؟ كيف صاير عمان؟ عمان؟ كل الحب فيها، سهولها، شواطيها، ناسها الطيبين، نسمة الهوى اللي ترد الروح للعليل. عمان حلم كل حد عنها بعيد. مشيت عند فاضل ونسيت ان هي فقيرة ومحتاجة. يا الحاجة المسكينة استحت ايش تحط لنا فولة وبيتها محشر. وانا تذمرت من فقرها وحاجتها للقمة. خلني المتيسر. الحين سؤالي سوى كذي؟ ايه الغالية، سؤالك بيردني لبطت لأول يوم دخلت فيه لهذه الحارة، البيت مخزون، التاجر العود مخزون، وعرفت وانا على دوسة باب اني داخلة على شريكة معروفة بغرورها وكبريائها وكبر نفسها. يا الله، عروسة جديدة. ايوه شوفيها غاوية وش ماوية، كيف خدودها حمر بوسه ذهب. يا الهي كيف ذاك الذهب، شوفي الشنبر فوقها. اقول لك راحت عليها حوز وراحت. اعتدلا وانتن تتكلمن عني. حبيباتي هذه بشكاره وجايه تخدمني. انا موزه بنت التاجر العود، وهذه بشكاره. you
خالتي أم زاهد؟ خالتك أم زاهد. دوكم هذه أوين طبخة الغداء وخمة الحوش وغسلة الثياب ودخلت كهفها؟ هاي أنت من بيغرف للغداء؟ أنا موزة بنت التاجر العود أدخل المطبخ على آخر عمري. فيهن حتى ريحة بخور. ليش ما تثيابي؟ وين بشكارتك زبيدة؟ وينها؟ طرتها. مالي حاجة بثنتين. في بعدك زعلانة مني؟ عشان ما زعلانة منك يا مخزون. زعلانة منها. قامت تنهمني بخادمتي وتفشني حيت ما تصير قدام الناس. ايش اسوي فيها الحرمة هذه؟ ايش اسوي فيها؟ كثر ما بهدلتها هددتها لكن ما يفيد فيها. حتى الضرب وضربتها هاي ما في الا اطلقها. لا ارجوك الشيمة نتحمل ذنب غيري. اذا كله ولا بد عاد نقلي بيت وحدي.
عزيزي الحباب، تأتي الحلاقة. حرصك على توجيه العمال لارتداء ملابس المهنة أثناء العمل ومتابعة نظافة الأدوات المستخدمة في الحلاقة بشكل دوري تجنب انتقال الأمراض المعدية والتهابات الكبد الفيروسية سي، كما أن حرصهم الدائم بمتابعة مستحضرات التجميل المستخدمة ومطابقتها للمواصفات المقاييس، جودة تميز وخدمات بلية ومائية وشراكة مجتمعية. افتح قلبي.